عفو ملكي عن مجموعة من المعتقلين في أحداث الحسيمة الذين لم يرتكبوا جرائم وأفعال جسيمة. هذا ما جاء في بلاغ وزارة العدل بمناسبة عيد العرش التي احتلت فيها أحداث الريف نصيبا من خطاب الملك محمد السادس، خطاب حمل مسؤولية التطورات في المنطقة وما حصل من مواجهات أمنية إلى ما وصفه تقصير النخب والأحزاب السياسية التي أخفقت في خدمة المواطن وفي استكمال المشاريع التنموية وفق تطلعات المغاربة. أمام هذا الفراغ المؤسف والخطير، وجدت القوات الأممية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر وضبط للنفس والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة. الخطاب أنب أيضاً الإدارة العمومية والمسؤولين السياسيين ممن يخبئ فشله وراء القصر الملكي كما جاء على لسان الملك، فيما وصف القطاع العام بضعف المردودية وغياب روح المسؤولية. وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا يبقى للشعب؟ ولأن الخطاب أيضا تحدث على أن الوقت حان لتفعيل النص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالعقاب والمحاسبة، يرى مراقبون أن ذلك قد يمهد لجملة تغييرات أو إعفاءات قد تطال الحكومة والمؤسسات الرسمية في الأيام المقبلة. إدارتنا أيضا مرتبطة ببداية متابعات ومحاكمات لكل من ثبت تورطه في نهب المال العام أو في التقاعس على الأداء الواجب. وهناك من رأى أن مضامين الخطاب سترسخ ملكية تنفيذية في ظل عجز الأحزاب والمؤسسات السياسية عن تلبية تطلعات المواطنين. العودة قوية للملكية التنفيذية لممارسة مباشرة للتدبير للشأن العام سيتأكد بعد هذا الخطاب، والذي أكد إفلاس المؤسسات الوسيطة المنتخبة والمرتبطة بالأحزاب وفاعلين سياسيين. ما بين غضب ملكي بوصف متتبعين يخير المسؤولين السياسيين صراحة بين خدمة المواطن أو تقديم الاستقالة، ويحمل الأحزاب السياسية أحداث الحسيمة، وما بين الحذر من مبادرة الإفراج الجزئي عن معتقل أحداث الريف، تتطلع الأنظار أكثر نحو ما قد يترتب عن الخطاب من إجراءات تترجم بشكل عملي حدة الانتقاد للقائمين على الشأن السياسي للبلاد. فاطمة أبو غنبور، الحرة، الرباط.